الدبلوماسيه العجيبه المقدسه التي لا ياتي الشك لا من خلفها ولا من ورائها ولا من بين ايديها. انها الدبلوماسيه الخارقه التي لا تسمح للمواطنين بالتدخل في سياساتها، بل لا تحتاج لموافقه شعبيه او شيء من هذا القبيل. فقد تمكنا وبفضلها من تحقيق المصالح العليا للوطن باقصى سرعه ممكنه. الدبلوماسية العجيبة المقدسة التي لا يأتي الشك لا من خلفها ولا من ورائها ولا من بين أيديها. إنها الدبلوماسية الخارقة التي لا تسمح لمواطنيها بالتدخل في سياساتها، بل لا تحتاج لموافقة شعبية أو شيء من هذا القبيل. فقد تمكنا وبفضلها من تحقيق المصالح العليا للوطن بأقصى سرعة ممكنة. اسمعوا أيها المبرعون، سنرفع أسعار الغاز لنحدد المغارب الذين ما زالوا قادرين على شراء الطعام وطبخه. صفقوا أيها المبرعون، إليكم الإنجازات، إليكم الإنجازات. إذا سمعنا أحدهم على خدر الأيمن، اسمعوا أيها المبرعون، فسندير له خدر الأيسر وسنعطيه أيضا رقبتنا ليصفعها، وبإمكانه أن يركل ويفرشخ، ونحن نخوض معركة حياة أو موت. لن نخرج إلا منتصرين. صفقوا أيها المبرعون، اليوم قررنا شراء الغاز الجزائري من إسبانيا لتدفئة العلاقات الباردة وإثباتا لأصالتنا ونوايانا الحسنة. كما نؤكد لكم أيها المبرعون أن هذا القرار سيساعد المغرب لتلبية حاجته من الغاز الجزائري الذي كان يمر عبر أراضينا. اليوم نقلب ونشقلب المعادلات، نربك الأعداء، نجننهم. كما أننا سنشتري الغاز الجزائري من إسبانيا حفاظا عليه من الهدر. كما أريد التنويه هنا بقيادتنا الحكيمة المقدسة والمتمثلة برأس الطب كل التقدير والشكر والثناء على قراري الشجاع بشراء الغاز الجزائري من إسبانيا بأثمنة مضاعفة خلافا لما كان عليه الحال مع الجزائر. وهذا كله ضدا في الجزائر والبوليزاريو وألمانيا وجنوب القوقاز وحكام عطارد. صفقوا أيها المبرعون. عندك نطيحو بلاتي بلاك سند محل هذا الشيء شيء تكون حق الغفل وعر هذا الشيء شيء عشقين غات سلونها هاللي قلنا سمعتي أمين تراك شي ما شيء عندك ديما حدك عشقين ديما معك كيفاس كايدي روح طوعة بكلام ياك خالد في المسيكار وين ناري ناري حرك رفك عفاق طينا مطير هيري جو جو عشقين عود جو أبو قبلك لما بدو نقولوا لها سيري بعدين من عسيري الهيها قبل بريك دي ما الشعب كام ليش هنسا قولوا عشقام أني يبقى عقل ليها قالوا ديما نقولوا عاش قولوا كاين كلمة ديما قالوا ما أطمشي فنقولوا سنا وطمعن وخليت فن بلاد شي ماشي لاب